السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف، ومعايا دانيال صديقي. السلام عليكم. من روسيا الحبيبة. مكان ظريف، هادي طبعا للظروف ان احنا مش الويك اند، فعلشان كده هادي والعدد قليل، الناس اللي بتتزلج على الجليد. تقول لنا الاسعار؟ الاسعار هنا لو تأتي بالويك اند، في الويك اند بالقبقاب الجليدي، صح؟ بالحذاء التزلج بالحذاء التزلج يعني بتاعك، 150 روبل ليميتلس، مفتوح الوقت، مفتوح. نعم، لو في ايام العمل 250 روبل، او في 200 و250 اعتقد، حسب ساعة العمل. المهم يعني في اماكن شبه كده ممكن احيانا بتكون ببلاش، بغض النظر بقى ببلاش ولا بفلوس، هو يسوى يعني. حتى هتدفع كام، موضوع المتعة بتاعت التزلج لا تقارن، خصوصا لو انت بتجربها للمرات الاولى، مش المرة الاولى، لا ممكن المرة الخامسة السادسة يعني. صح صح، المرة الاولى عنيفة مش حلوة، ما تجربش. يعني اصلا المرة الاولى بتاعتي كانت سنة يمكن 2000 حاجة من كتير. جيب الصورة من هنا احسن، احنا نصور فعلا من هنا احسن. طلعت من فوق علشان اوريكو هذا الفيو. فيو جميل. المكان هنا مليان كافيهات، معظم الكافيهات حديثة. المكان ده تحس ان هو انشأوه من اللاشيء، لان المكان ده قبل كده ما كانش فيه الحاجات دي، دي حاجات كلها منشآت جديدة حديثة. نطلع لفوق اكتر ونشوف في ايه من فوق، برضو نفس الفيو، ما اختلفش حاجة يا جماعة. ايه الجديد، ايه الفرق؟ هم نفس الاثنين اللي بيتزلجوا، الراجل وابنه والست والبتاع الخازوق اللي في النص ده، وانتهينا. المكان ده يستخدمونها زي الجيم، زي كروس فيت. جيم؟ نعم، المكان ده جيم، اوبن سبيس جيم، كروس فيت بالظبط. طب تعال نلعب جيم هنا، لان مفيش اجهزة بيجيبه. وهنا في ايه بقى؟ في الامام هنا لو طلعنا. هنكمل هناك ونشوف. وصلت للنقطة دي، المدرجات دي ناس تقريبا بتقعد فيها وتتفرج على الشو او المنظر او الناس اللي بتتزلج. هنزل تحت ونشوف الدنيا من تحت عاملة ازاي. ما احنا كنا تحت، ما كانش في فرق خالص في اي حاجة. المهم انا بتفرج بس على المكان ومفرجكم معايا انا وصديقي. وكنا لسه بنتكلم ان الوطن العربي محتاج، بالذات مصر طبعا محتاجة اماكن زي دي. اي مشاريع تتعمل ترفيهية هتكسب اكيد، لان مصر تعداد كبير وعنا زي السفنجة بتمتص اي مشاريع واي حاجة جديدة واي افكار جديدة. واحنا شعب مثلا شعب عربية زواقة، وبنحب اي حاجة فيها مثلا حاجة رياضية، حاجة كده، احنا عايزين الفرصة يعني، حاجة رياضة زي دي مثلا لو سعرها مناسب في مصر ناس كتير هتلعبها صدقوني. كمان الشعب. واحنا كده بننهي حلقتنا من المكان ده الجميل، فرجتكم عليه واتفرجت عليه انا شخصيا. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.